القبيلة مفتاح الحل والصراع في اليمن، هذا ما أثبتته الكثير من المنعطفات، فمثل ما ساندت القبيلة بالأمس الشعب في ثورته لإسقاط نظام صالح وفي الدفاع عنه جراء الحرب الإجرامية التي يشنها والميليشيا، ها هي اليوم في حضرموت تنتصر لخيار الشعب وتساند قوات النخبة الحضرمية في تحرير المكلا من سطوة مسلحي تنظيم القاعدة. ورغم حرص التنظيم على كسب ودها، إلا أن القبائل الحضرمية لم تتخذ يوما موقفا وسطيا في لعبة الصراع، بل كانت دائما ما ترى موقعها بالقرب من أبنائها لتلعب دورا محوريا في عملية التحرير، ليس فقط من خلال إرسال الآلاف من أبنائها لمعسكرات التدريب المقامة على أراضيها، بل كذلك في قطع الطرق التي كانت الجماعات المسلحة تستخدمها. عندما تحركنا من الهضبة على بعد 200 كيلومتر وحتى وصلنا المكلة، كل المعارك التي خضناها خلال هذا المسار ومرورنا بهذه الطرقات، وجدنا القبائل مصطفين، وجدنا القبائل مسلحين في قراهم في مدنهم على الطرقات، وجدنا المجتمع كله يعني هب لنصرة الجيش وساعد في كثير من النقاط المهمة جدا أغلقوها قبل أن يصل إليها الجيش، في كثير من المنافذ كان ممكن أن تهرب منها العناصر الإرهابية. ولا ينتهي الأمر هنا، فالمئات من رجال القبائل باتوا ينتشرون إلى جانب قوات النخبة في شوارع المكلا ومداخلها الرئيسة لتأمينها داخليا وحماية مقار ومؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار. أبناء قبائل حضرموت ساهمنا مع أخواننا النخبة الحضرمية في مساندتهم لحماية جميع المؤسسات العسكرية والحكومية وجميع النقاط الأمنية، وحافظنا على الأمن في محافظة حضرموت. وإذا كانت الحكومة الشرعية قد اعترفت بالدور المحوري الذي لعبته القبائل الحضرمية وبدأت في دمج أفرادها في صفوف الجيش الوطني، يأمل الكثيرون أن تشمل تلك الخطوة كافة أفراد المقاومة الشعبية الذين أسهموا في عملية التحرير. تثبت قبائل حضرموت أن القيم القبلية الأصيلة تسمو دائما لتكون مساندة ومنتصرة لخيارات أبناء المحافظة. محمد اليزيدي، قناة بلقيس.